رجل يحفظ القرآن بالأجر، فهل تعجل، فهل هذا يعجل له الأجر في الدنيا؟ كان معوزا والأجر هذا يكفيه في حياته، فالجمهور على صحته. حتى الأحناف الذين حرموا الأجر على القرآن، يعني المتأخرون منهم قالوا بالجواز، قالوا بالجواز، بس بشرط كما قلنا هي المسألة فيها أقوال ثلاثة، أنا فصلت فيها القول قبل ذلك، قول بالحرمة مطلقا، قال قوس تقوصه به في النار. طيب، وأيضا منع سلم من ذلك، قال ولا تأكلوا به، قال سلم قال القرآن لا تغلوا فيه ولا تجوا فيه ولا تأكلوا به. والذين قالوا بالجواز عندهم أدلة كثيرة، أن سلم لما أمره بالأذان أعطاه صورة من الفضة، وأن سلم قال ما يعني ما أدراك أنها رقية، خذوا اضربوا لي معكم بسه، والرجل الذي قال سلم إن لم يكن لك حاجة بها فزوجنيها يا رسول الله، قال زوجتكها على ما معك من القرآن، فصار ثمنا. لكن هذا الحق أن نقول بأن هذه المسألة إذا كان لها في بيت مال المسلمين، لها في بيت مال المسلمين، فهو يأخذ من ذلك على حبس الوقت، وإلا فهو يأخذ من الناس ما يكفيه فقط ولا يشترط. يعني الإجازة بعشرة آلاف والقراءة عليها في اليوم 500، هذا كله حرام لا يجوز، لا يأخذ إلا ما يكفيه فقط، فقط الكفاية.